طيب نروح القرارات، نروح لمجلس الاداره. اتفضل. مجلس الاداره يمكن من اول القرارات دايما يا كابتن هاني الاهلي بيعمل حاجات كده رياديه وكل بيمشي وراه حاجات كتيره جدا، لو شفتها تلاقي الاول دايما بياخد حاجات وكثيرون يبدأون في تقليده. من الحاجات النهارده اول نادي رياضي في مصر يعمل بطاقه ائتمانيه مسبقه الدفع باسمه، لن تخدم فقط اعضاء النادي الاهلي ولكن جمهور النادي الاهلي كمان، يعني هتروح تشتري بطاقه تطلع بطاقه النادي الاهلي مش الاعضاء بس، يعني لجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي ودي معموله من البنك للاعضاء ولجماهير النادي الاهلي، طبعا جماهير النادي الاهلي بالملايين في كل مكان. البنك اللي اتفق معاه النادي الاهلي النهارده اعتقد دي حاجه دايما من الاوليات بتاعت النادي الاهلي، دايما تلاقي اول نادي يعمل قناه رياضيه او النادي يعمل مناصب معينه في كره القدم او النادي يحقق انجازات معينه او النادي في الاعلام في مراكز، حاجات كتيره جدا بيعملها دايما بيتصدر بيها النادي الاهلي السباق دايما في كل المجالات. فكل التوفيق للنادي الاهلي في اتفاقاته والحاجات اللي بيعملها لاعضائه ولجماهيره. ممكن عقب مع حضرتك وتناقش لمده 3 دقائق في عمليه الرعاه، يمكن انا عشت شويه في المانيا وعرفت ان كمان من خلال كلامنا كمان من زمان دلوقتي في تقدم كبير جدا في عمليه الرعايه. الرعاه في النادي الاهلي ويمكن النهارده يمكن كمان بنك سايب بيقدم خدمات زي ما حضرتك قلت لاعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. العلاقه ديت بتبقى دايما علاقه مصلحه مزدوجه، يعني النادي الاهلي كمان اكيد بيخدم اعضائه واكيد بيخدم جماهيره، على المستوى الاخر ان الرعاه كمان بيستخدم اسم النادي الاهلي في الترويج لاسمه، بيفتح حسابات باسماء ناس كتير جدا بتشجع النادي الاهلي. العلاقه ديت يمكن زي ما حضرتك بتقول ما فيش غير النادي الاهلي هو بيقوم بالعلاقه، يعني العلاقه مش ان انا مجرد راعي بتديني فلوس او بتحط صورتي او بتحط الاعلان بتاعي، لا الرعايه كمان على 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 المستوى الاقتصادي، على المستوى الاقتصادي زي ما قال يمكن رئيس او العضو المنتدب لبنك سايب ان كمان هيخشوا شراكه في الجراج بتاع مدينه نصر، في متطورات وفي تطورات انشائيه كبيره جدا. فديت اللي بتكلم عليها يا استاذ محمد، مش مجرد الرعاه دلوقتي انك بتحط اسمك على تيشيرت النادي الاهلي واعلان وبتاخد فلوس وخلاص، لا ده العلاقه مستمره والافاده مزدوجه. مزدوجه يعني. تمام. ده المهم، لكن النقطة اللي عايز أقف عندها دايما ناس بتعلقها يا كابتن هاني تقول لك ليه البنوك بتروح للنادي الأهلي واشمعنى شركة وي بتروح للنادي الأهلي واشمعنى سين وصاد بيروح للنادي الأهلي وليه الرعاة كلهم دول بيروحوا للنادي الأهلي دول بيجابوا النادي الأهلي؟ لا ما حدش بيجاب للنادي الأهلي، هو اللي جاي للنادي الأهلي جاي عشان يستفيد من النادي الأهلي، جاي يستفيد من اسم النادي الأهلي، من قيمة النادي الأهلي، من جماهيرية النادي الأهلي في كل مكان. ما فيش حد مستثمر يعني دايما بيقول لك رأس المال جبان، يعني بيخاف من اي حاجه ما كانش هيروح حتى واثق ان هو يحقق فيها مكاسب ماديه وماديه كبيره جدا طبعا عمره ما هيروح ولا هيحط فلوس. عمليه اقتصاديه، عمليه اقتصاديه بتتحسب بالورقه والقلم، والناس دي ما بتروحش تتعاقد مع النادي الاهلي كده لمجرد اسم النادي الاهلي او مجرد يعني كلام على النادي الاهلي صاحب الشعب الاكبر، لا ده عندهم ارقام وعندهم دراسات وعندهم ميزانيات وعندهم احصاءات بكل حاجه وعارفين كل حاجه. فده لما يدخلوا مع النادي الاهلي فهم عارفين ان هم داخلين كسبانين، فلما تيجي مثلا شركه اتصالات كبيره زي وي وتخش مع النادي الاهلي فعارفه ان النادي الاهلي هو اللي عمل لها الانتشار وعمل لها التوزيع، الاثنين مستفيدين، النادي الاهلي يستفيد من حقوق الرعايه الماليه والاقتصاديه وهم هيستفيدوا من الانتشار، وكذلك بنك سايب ده نفس الحكايه وعدد كبير جدا من البنوك وشركات كتير جدا تتمنى لو اقتربت من اسم النادي الاهلي، لان اي حد بيقترب من اسم النادي الاهلي بيعلى مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي موجود في كل مكان في مصر بالملايين وخارج مصر ايضا في كل مكان. مهم جدا في حضرتك بتتكلم عليه مش بس اسم النادي الاهلي وبطولاته، كمان الاستقرار والجرانتي، هم عندهم ضمانات ان استقرار النادي الاهلي على المستوى الاداري على مستوى مجلس الاداره على مستوى هم طبعا بيدرسوا الكلام دوت، يعني ما بيدرسوش النادي الاهلي لا ده السنه دي النادي الاهلي ماشي كويس فهنعمل عقد رعايه معاه، لا ده بتبقى دراسات على مستوى فترات طويله جدا بتخش فيها ارقام بتخش فيها حسابات، لان زي ما حضرتك بتقول دي عمليه اقتصاديه الانتماء لا يعني ملوش علاقه بالموضوع بالزبط. وبالتالي دايما النادي الاهلي الجرانتي، النادي الاهلي هو الضمان الكامل للاستثمار الرياضي. تمام. نقدر نقول حقوقك مضمونه مع النادي الاهلي مع كل الاجيال وفي كل العصور. صحيح. ومع اي جهه بتدير في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا ليها سيستمها اللي ماشيه عليه اللي محدش يقدر يكسره، يعني اي مجلس اداره هيجي بيطبق نفس الاتفاقات ويلتزم بكل الاتفاقات السابقه. يعني مش هتخاف ان مجلس اداره بالظبط عمر ما حد عملها في النادي الاهلي، يعني ما فيش ليه، لان في النهايه هي مش عمليه افراد، عمليه مؤسسه كبيره. صحيح. بيديرها مجلس اداره. صحيح. التزم منذ بداياته ومنذ عقود طويله جدا بالوفاء بعهوده، ومن هنا تولدت ثقه لدى المؤسسات الاقتصاديه العملاقه في التعامل مع النادي الاهلي، وده بيصب دايما في مصلحه النادي الاهلي وحاجه كبيره وحاجه عظيمه تشرف الحقيقه. اكيد اكيد اكيد.